ومشاهدينا ويانا الآن مباشرة من دهوك الأستاذة كارم العقيل المختصة بمجال حماية المرأة وحقوق الإنسان حتى نتحدث وياها أكثر بخصوص المرأة القيادية. يسعد صباحك أستاذة كارمل. يسعد صباحك أستاذة كارمل، أهلا بيج بصباح رجلة. يسعد صباحكم، منور بوجودكم. أهلا بيك. شكرا لك. طبعا أستاذة كارمل بالبداية حابة أعرف من عندك، برأيك هل ممكن أنه المرأة تأخذ هيك منصب وتقدر أنه هي تسيطر مثل ما شفنا؟ هذا الموضوع هو يعني مع الأسف صار هالسنين الأخيرة خصوصا بمناطقنا صراحة صار تراجع بي. يعني سابقا على مر التاريخ كانت دائما هناك نساء لها مواقف قيادية بالتاريخ، فإذا نجي على المنحى الإنساني المرأة إنسان والرجل إنسان، فالسؤال يعني يحتاج أن يكون من هو الأكفأ ليحتل أي مكان قيادي، هل الكفاءة عند الذكر أو عند الأنثى؟ هذا موضوع يعني بنوع من عدم المساواة وبنوع من التعصب الجنسي، لأنه يحتاج أن يكون السؤال من هو الأكفأ بغض النظر عن كونه ذكر أو أنثى. نعم. طيب أستاذة كارمل، شنو هي العوائق التي ممكن تحاول يعني تحاول من أن تكون المرأة بمنصب، تحاول يعني المرأة من منصبها يعني خلينا نقول قيادية أكثر؟ يعني قصدكم تدعمها أن تكون قيادية أكثر؟ نعم. أهم شيء هو يعني إذا نحاول نرجع للمفهوم الإنساني، ما الذي يدعم الرجل أن يكون قيادي وما الذي يدعم المرأة؟ لأنه إحنا قلنا يحتاج أن نتعاطى مع الموضوع بإنسانية. أكيد هم إحنا نعرف علميا أنه هناك فئة من الناس عندهم القيادة بالفطرة، وهذا اللي كان موجود عبر التاريخ. كثير من القياديين من الرجال أو النساء هذولا كانوا نقول عليهم قادة بالفطرة. نعم. لكن أكيدا هناك أكو ظروف تأهلهم، مثلا إذا حصلوا على التعليم المناسب، إذا حصلوا على البيئة الاجتماعية اللي تدعمهم، إذا حصلوا على البيئة العائلية اللي تدعمهم، كلا الطرفين. يعني حتى الرجل إذا ما إلى بيئة داعمة ما يكون قيادي ناجح. نعم. وما اريد يعني هسه اتكلم بتعصب، بس حاليا كلنا دا نشهد وضع العالم الان. هل وضع العالم هو وضع سعيد؟ نعم. بقياده ذكوريه؟ هل وصل العالم الان الى رخاء والى استقرار والى سلام؟ مو هي القياده ذكوريه الان؟ اذا نعم. ولكن استاذه كرمل دائما يقولون انه المراه عاطفتها هي اللي مثلا تحكمها، ومرات يعني لانه هي عطوفه ف ممكن تتخذ قرارات هي مو صالحة، هل تشوفين فعلا هذا الشيء صح؟ لو هي ممكن تحس أكثر بالأشخاص اللي هم فعلا محتاجين وتفكر أكثر بدقة وتفاصيل أكثر، لأنه مثل ما نعرف أنه المرأة هي تهتم بكل التفاصيل. تمام. إذا نتكلم عن العاطفة، فهل أنه الرجل هو خالي من العاطفة؟ هذا حتى إجحاف بحق الذكور، لأنه الذكور يتمتعون أيضا بالعاطفة، لكن التربية والبيئة المجتمعية اللي تربوا عليها علمتهم انه هاي نقطة ضعف لهم، فدائما هم كابتيها، بينما التربية المجتمعية صرحت للنساء انه تبين عاطفتها. فهذا الفرق صار، والا انه الطرفين يتمتعون بعاطفة. لكن ممكن اذكر فرق بسيط، انه المرأة رحومة. نعم. لأنه هاي الكائنة أو الإنسانة اللي تحمل جنين بداخلها 9 أشهر وتربطها بعلاقة حب وارتباط، وبعدين عند الولادة هذا الكائن يكون تقريبا بالسنتين أو 3 الأولى محتاج الأمة، ملاصق الأمة. أكيدا هاي هذا اللي موجود عند المرأة من خصائص بيولوجية من الحمل والولادة والرضاعة يمنحها عنصر وخصيصة مهمة جدا، شخصية هي خصيصة الرحمة. نعم. فأكيدا احنا في كثير من الأمور هاي الرحمة تخيلوا تكون موجودة عند قياداتنا. نعم.
طيب يعني هي بالعكس هي ميزة عند المرأة أن تكون رحومة أكثر. أكيد أكيد. طيب أستاذة كارمل، شنو هي ميزات المرأة القيادية اللي خلينا نقول أكو مميزات هي تمتلكها ماكو عند الرجال، ما يمتلكها الرجل؟ والله أنا أعتقد أنه هي إذا نظرنا للموضوع بمنظور إنساني أنه كلا الطرفين يتمتع بميزات قيادية. أكيد. زائداً أنه المرأة عندها ميزة الرحمة كأم. يعني إذا المرأة تنظر، يعني إحنا خصوصاً نشوف أنه المرأة هي الأخت، هي الأم، هي الزوجة. وراح أذكر مثال بسيط. في كثير من الأحيان في مجتمعاتنا عندما يكون محتاجين يعني فد رأي أو فد دعم ما من رجل، دائما نطلب من الأنثى القريبة من عنده أنه تساعدنا في إقناعه، لكن صحيح. مجتمعيا هذا الدور هو ما يقبل هو يبين على نفسه ومو ظاهر. نعم. لكن دائما عندنا، لأنه إحنا بمجتمعاتنا ما مسموح للمرأة يكون دور علني، فدائما لها دور لكن خفي. نعم. طيب أستاذة كرمل، لكن من ناحية الخصائص أنا أعتقد نفس الخصائص اللي عند الرجل عند المرأة وأكثر. نعم. نعم. طيب أستاذة كرمل، بما أنه يعني إحنا بدنا نتحدث عن المرأة اليوم، إذا كانت المرأة هي قيادية وممكن تقود بلد أيضا، شنو الصعوبات اللي ممكن تواجهها بحيث أنه إذا يكون مثلا رجل مكانها يمكن ما يواجه هذه الصعوبات أصلا لأنه هو رجل؟ أعتقد هي المرأة الصعوبات اللي راح تواجهها أكثر من الرجل هو موضوع التعصب الجنسي تجاهها. إنه أنت مرأة، أنت ضعيفة، لا تستطيعين. وإذا هم وقفنا بحيادية راح نشوف إنه المجتمع الرجولي أيضا داخله أكو صعوبات، داخله أكو منافسات. أكيد. صحيح. لأنه لازلنا إحنا نعيش في عالم المنافسة ليس في عالم التعاون والدعم. نعم. وإلا الطرفين لو يكونون مدعومين، لو يكونون أكو يعني أفراد يتعاونون معهم ويدعموهم، أكيد يوصلون إلى مراحل تفيد المجتمع بشكل عام. لكن المرأة بالإضافة لهاي المنافسة العادية على القيادات، هي تتعرض إلى منافسة جنسية أيضا. هي هاي طبعا يعني عامل ضعف آخر حتى يضعفوها، إنه هو طبعا الرجال بيناتهم أكو منافسة عادية على القيادة بس ما يحجون بيها، ما يذكروها. لكن النساء ينضاف لها إنه أنت كونك امرأة أنت ما تقدرين، راح تهمل البيت، تهمل الأولاد، دور المرأة هو فقط بالبيت، دور المرأة مو برا البيت. صحيح فعلا. حتى ممكن يقولها أنه أصلا هي ما تقدر توازن إنه بين عملها وبين همينة العائلة والأطفال، أكيد مسؤوليات عليها أكثر. بينما هذا نهائياً مو صحيح. فعلاً. المرأة دائماً نجد أنه المرأة العاملة ناجحة حتى مع العائلة ومع الأولاد. نشوف المرأة الناجحة يكونون حتى أولادها ناجحين. أكيد. نعم. فعلاً. فعلاً. والعكس صحيح طبعاً. طيب أستاذة كارمل، خلي شوية نجي على نظرة الرجل للمرأة القيادية. هل فعلا الرجل يعني ينظر للمرأة القيادية بنظرة انه هو يخاف منها؟ اعتقد نعم. نعم يعني انه نعم، هو لانه نتيجة للمجتمع الذكوري اللي رباه انه هاي يعني انعدام مبدأ الشراكة. دوما ما ينظرون للمرأة انه هي شريكة للرجل في بناء المجتمع، وهذا خلل كبير في بناء كل يعني المجتمع. ممكن انه يكون يغار من نجاحها، انه يكون اكو غيره بالموضوع. ممكن ممكن، لانه هو عنده منافسه، هو ما عنده تعاون ولا عنده احساس بالشراكه. لكن حين يتوفر الاحساس بالشراكه كل هاي الامور تتغير 100%، لانه فعلا. يصيرون الطرفين يحسون انه هم شركاء في مهمه واحده فلازم يتعاونون الى انجاحها. نعم. أكيد. طيب استاذة كرمل، برايك انه رجل مثل ما بدنا نتحدث هسه انه هو ما يحب يرتبط بالمراه القياديه والمراه اللي تكون قويه، بما ان ما همنا نشوف لا اكو بعض الرياجيل اللي هم يحبون انه يهتمون ويحبون ايضا اصلا اذا كانت مثلا شركتهم عندها مثلا خلينا نقول منصب معين يدعموها اكثر بهذا المنصب، يطورون من عملها اكثر. فشنو السبب هنا انه اكو رجال يحبون المراه القويه واكو لا؟
تحكي صفات إنسانية. وهم أقول لكم إحنا في مجتمع مثل ما يقول عليه الدكتور علي الوردي بإزدواجية شخصية. نعم. إحنا إذا جينا على ذول فئة كبيرة من الرجال اللي يظاهرون بهذا الشيء، صراحة إذا ندخل داخل عوائلهم وداخل بيوتهم نجد العكس. نعم. فإحنا مجتمع بمشكلة كبيرة من ناحية نظرة المساواة، نظرة الشراكة، لا زال عندنا صعب أنه نقنع المجتمع بأنه الذكر والأنثى هم شركاء في نجاح المجتمع. أكيد فعلا. لا زالوا ينظروا إلى موضوع كأنه تنافس ومن يريد يثبت نفسه أكثر. نعم. طيب أستاذة كارمل، يعني همين حابة أعرف شغلة من حضرتك، بشنو ممكن تضحي المرأة في سبيل أن تكون قيادية؟ أكيد يعني كل شيء ضريبة، يعني ممكن بشنو تكون تضحي؟ أعتقد تضحي براحتها، تكون أقل راحة نهائياً من النساء اللي ما عندهم أدوار قيادية. نعم. لأنه يعني مهامها تكون متعددة، مسؤولياتها متعددة، وأمامها تحدي مجتمعي أنه لازم تثبت للمجتمع أنه هي ما قصرت مع عائلتها. أكيد. هي ما قصرت مع أولادها، هي ما قصرت في عملها. فنجد أنه المرأة القيادية الناجحة على جميع الأصعدة هي مقصرة مع نفسها. أكيد. نعم. فعلا. طبعا أستاذة كارمل قدمتين نصائح كلش مهمة، شكرا لك.